اليوم بالنسبة ل 6 أكتوبر ده يوم فخر للشعب المصري وللعالم العربي، لأن نصر أكتوبر أثر على مصر وأثر على العالم العربي، رفع البترول من كام 10 دولار و 20 دولار ل 50 دولار، وصل النهارده ل 100 دولار. إحنا متقاعدين، فيما إن ناس حاربت في حرب أكتوبر، الناس دي لما حاربت ما خدتش حاجة، كنا بنحارب لمصر ما بنحاربش لأي حاجة تاني، مش عايزين حاجة. لكن النهارده إحنا طالعين النهارده وجايين النهارده نقول إحنا موجودين أهو، الجيل بتاعنا حارب في 73 وانتصر على إسرائيل في 73، وفي جيل جديد جاي وابني طالع معايا أهو وجاي يشاركني النهارده الفرحة بتاعت نصر أكتوبر، واخد بال حضرتك؟ فالنهارده إحنا فرحانين، مش عايزين حاجة، إحنا فرحانين بس إن النهارده 6 أكتوبر. لكن بنوجه كلامنا للمسؤولين ومنهم السيد الرئيس محمد مرسي، النهارده في ناس برضه تعبانه، الناس اللي حاربت في 73 عايشه، في منها ناس عايشه لحد النهارده وما خدتش حاجه. لا، الرئيس مرسي يكرمه ربنا يا رب وينصره على كل اللي واقف ضده. ها، يبص للناس ديت، يشوف الناس المتقاعدين اللي شاركوا في حرب اكتوبر وحاربوا وتعبانين، لا يقف معاهم عشان ربنا يكرمه ويكون معاه. واخد بال حضرتك ازاي؟ فالنهارده يوم حلو ويوم فخار ويوم عزه للشعب المصري، ونفس الشعب المصري كله يفرح اليوم ده، يفرح. في ثوره جت 25 يناير، ثوره الشباب وثوره شعب، ما هياش شباب بس، لا ده شباب وشعب. انا قربت منزل وجايين عشان نحتفل بانتصارنا في حرب 73، لان دي تعتبر اسطوره تاريخيه، وكمان عشان نعرف ولادنا التاريخ بتاعنا، لان دي اهم حاجه ان ولادنا يعرفوا تاريخنا ويفتخروا بيه زي ما احنا افتخرنا. عملت ايه حضرتك النهارده في يوم من اول ما جيتي لحد دلوقتي؟ انا جيت طبعا بعرف ولادي، انا عارفه كل ده لان انا اصلا من مواليد 73، تقريبا كل سنه بحتفل، يعني عارفه الاحداث دي كلها وبعيشها. لكن اولادي طبعا لان هو جيل بعيد قوي يعني الحرب وذكرياتها، فاحنا بنعرف ولادنا بيها. اتفضل. اسمي يوسف سمير الطالب، لسه بدرس كليه هندسه، جاي عشان احتفل بذكرى انتصار المدينه 6 اكتوبر. اتفضل. اسلام مجدي، بكالوريوس اداره جامعه عين شمس، مجال ملابس الشباب. جاي النهارده ليه؟ جاي، حسيت امبارح انا لما سمعت الاحتفال بنصر اكتوبر وكده والموسيقى بتاعت اللي هي الله اكبر بسم الله، اول مره احسها من ساعه ما اتولدت، يعني النهارده في ظل الحريه فعلا جاي يحتفل وهو حاسس ان هو مش خايف من اي حاجه. ناوي تعمل ايه بقى بقيه اليوم؟ ناوي ان شاء الله ان انا اروح اسمع الخطاب بتاع الرئيس اول رئيس مدني لمصر، واحضر الاحتفاليه ان شاء الله خلصت بعد ما اخلص التصوير هنا ان شاء الله. الأول متقاعد منام صالح سكي مساعد توريد قوات مسلحة ومعاشات في نفس الوقت. احنا جايين النهارده الحمد لله رب العالمين نحتفل بالنقابة والتصديق بتاع النقابة اللي تم التصديق عليه من أول امبارح يوم الخميس يوم 14. الحاجة التانية إن احنا لينا بعض المطالب زي تسويه المعاشات، رصيد الاجازات، لينا فلوس اسمها حرب الكويت او حرب العائد زي ما الناس بتسميها، يعني طلبات بهذا المعنى. احنا مش بنطلب يعني حاجات مالناش حق فيها، دي حاجه ببلاش. تمام. طب بالنسبه للاحتفال، الاحتفال ما انا قلت لحضرتك بنحتفل بالناس اللي هم يعني حضروا حرب اكتوبر، وبنقول لهم طبعا احنا متشكرين ليهم فعلا يعني، وربنا يا رب يديم عليهم النعمه والصحه والستر باذن الله.